شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى ركب فينا نحن البشر مجموعة من القوى الباطنية. هذه القوى الباطنية لها ملائمات ولها منافرات، كما أنه القوى الظاهرية لها ملائمات ولها منافرات. اللامسة مثلا قوة ظاهرية لها ملائمات. اللامسة عندما تلمس الشيء الناعم ترتاح إلى ذلك، ولكنها عندما تلمس الشيء الخشن تنفر من ذلك، لأن التركيبة التي خلقها الله تعالى في هذه القوة تتلاءم مع اللين وتتنافر مع الخشن. كذلك القوى الباطنية، هذه القوى لها ملائمات ولها منافرات. من جملة هذه القوى القوة الغضبية. القوة الغضبية لها ملائمات. أنت عندما تدخل البيت وتواجه شيئا يستفز أعصابك، هنا هذه القوة الغضبية يلائمها التشفي. واحد يريد يتشفى، يعني هنالك هيجان في القوة الغضبية، هنالك حالة ثورة، هذه الثورة يلائمها التشفي، يشفيها التشفي. وفي هذه الحالة بعد واحد لا يعرف حدودا، والعياذ بالله. في الرواية المأثورة أن الغضب نوع من الجنون،
الإنسان في حالة هيجان القوة الغضبية يعاني نوع من الجنون، فإن لم يندم، لأنه عادة واحد يندم في الآية الكريمة، فأصبح من النادمين. القوة الغضبية لقابيل أثيرت عندما رأى أن قربان هابيل تقبل، ورأى أن قربانه لم يتقبل. هذه القوة الغضبية ثارت، هذا الحسد الذي يحرك عجلات التاريخ. ومن شر حاسد إذا حسد، ونعوذ بالله إذا واحد دخل في هذا الميدان بعد لا يعرف الله ولا يعرف القيام. أثيرت القوة الغضبية في قابيل، شنو سوى؟ استجاب لهذه القوة، أروى هذه القوة. في يوم من الأيام هابيل المتقي المؤمن نايم، فأخذ صخرة كبيرة وألقاها على هابيل، وهابيل سقط ميتا. بعدين عندما دفن هابيل على أثر قضية الغراب، فأصبح من النادمين. واحد يجي بالبيت يتخاشن مع زوجته، يتخاشن مع أولاده، الزوجة تتخاشن مع زوجها وأولادها، شنو هذا؟ هذا استجابة للقوة الغضبية. ولكن بعدين عندما تذهب سكرة الغضب، جنون الغضب، واحد ينتبه أنه أخطأ في ذلك. هذه قوة لها ملائمات ولها منافرات. من جملة القوى التي الله تعالى ركبها فينا نحن البشر القوة الشهوية بمختلف أنواع الشهوات، شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الزعامة وشهوة الرئاسة، مجموعة من الشهوات. أنا أريد أن أكون رئيسا، هذه قوة شهوية. هذه القوة الشهوية لها ملائمات، إرواء هذه القوة، ولها منافرات. هنالك قوة حاكمة على كل هذه القوى، هنالك قوة الله تعالى جعلها لتعديل هذه القوى. عندما تشد القوة الغضبية بعض العوامل، عندما تستفز القوة الغضبية بعض العوامل، القوة الغضبية لا تعرف حدودا، القوة الشهوية لا تعرف حدودا، ولكن الله تعالى جعل قوة في داخل كل واحد منا لتعديل هذه القوى. ما هي تلك القوة؟ القوة العقلية، العقل الذي به عبد الرحمن وبه تكتسب الجنان وبه يثيب الله وبه يعاقب الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق قبل خلق الكون وقبل خلق الماء وقبل خلق المواد وقبل خلق الذرات خلق العقل، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال الله سبحانه وتعالى إني ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك.
أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى هو العقل. بك أثيب وبك أعاقب، هذه هي القوة العقلية. إذا واحد تمكن أن يحكم هذه القوة في بقية القوى، تمكن يحكم القوة العقلية في القوة الشهوية، اتمكن يحكم القوة العقلية في القوة الغضبية، يسعد في دنياه وآخرته. وإذا ما سوى هذا الشيء والعياذ بالله يشقى في دنياه ويخسر أيضا حياته الأبدية. مو الحر وحده، وإنما حقيقة عجيبة هذه الظاهرة، عائلة الحر، مو الحر وحده، ثلاثة أجيال في عائلة الحر: الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث. تحكيم هذه القوة، الحر هذا الجيل الثاني كان ضابط في الجيش الأموي. أحد المؤرخين الغربيين يقول إحنا في التاريخ كله لم نعهد ولم نجد، هو هالشكل يقول، إذا ما أكو كلش نادر، هو يقول ماكو بالتاريخ ضابط في جيش منتصر في أوج انتصاره ينضم إلى الجيش الآخر. الجيش المحكوم عليه بالهزيمة الظاهرية قطعا، ولكن لحظات: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هاي مو لحظة، في كل لحظة نخير أنفسنا بين الجنة والنار. الزوج عندما يدخل البيت ويواجه شيئا في هذه اللحظة يخير نفسه بين الجنة والنار. الزوجة عندما تواجه موقفا من زوجها في تلك اللحظة تخير نفسها بين الجنة والنار. التاجر في متجره عندما تمر من أمامه فتاة في تلك اللحظة يخير نفسه بين الجنة والنار. عندما تجلس مع الأصدقاء ويجري ذكر فلان وفلان في تلك اللحظة أنت تخير نفسك بين الجنة والنار. ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ضرب فرسه واتجه إلى معسكر الحسين ونال السعادة الأبدية. الجيل الأول أم الحر، هذا الجيل الأول في لحظات في قضية معينة رأت نفسها مخيرة بين الجنة وبين النار، ذهبت إلى حافة النار. سقوط، يعني بعد لحظات سقوط، ولكن هذه القوة التي أودعها الله سبحانه حفظتها. هذا الجيل الأول والجيل الثالث. ابن الحر، علي بن الحر، قال له الحر: إني ذاهب إلى الحسين وإن هذا الطريق طريق الجنة، هل تأتي معي يا علي؟ قال: نعم. هذا هو الحر وهذه أمه وهذا ولده علي. في لحظات استطاعوا أن يربحوا السعادة الأبدية، فهنيئا لهم. إحنا الآن في شهر رجب. شهر رجب شهر الله، ورجب نهر في الجنة أكثر بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا شهر الله. في هذا الشهر واحد استجاب لقواه الغضبية الشهوية، مسير، كان عبدا لهذه القوى. في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الله
يجب علينا أن نعيد التفكير، أن نعيد حساباتنا، أنه إحنا إلى وين دا نمشي. حقيقة أكو هنالك جنة، حقيقة أكو هنالك نار، حقيقة أكو ثواب وعقاب. واحد كان يقول عن واحد كان يأكل أموال الناس بالباطل وكذا وكذا، كان يقول هذا عنده يقين أنه ماكو جهنم، يقين عنده، مؤمن يصلي ويصوم، لكن كان يعبر عنه يقين عنده ماكو جهنم. إذا أكو جهنم إشلون يأكل أموال الناس بالباطل؟ حقيقة اللي عنده يقين بالآخرة يأكل فلس من أموال الناس أو من أموال الله بالباطل، هذا عنده يقين اللي ماكو جهنم. فوالذي يحلف به أبو سفيان شنو قال؟ لا جنة ولا نار. هاي النتيجة. الإنسان في هذا الشهر يجب أن يرتفع. في هذا الشهر من الأشياء المندوبة والجيدة، وهنيئا للذين يبدأون هذه السنة في هذا البلد، الاعتكاف. واحد كل تحت تأثير القوة الشهوية والقوة الغضبية، كل تحت تأثير هذه القوى الباطنية، الاعتكاف في مسجد من المساجد، مجموعة من المؤمنين يجتمعون 3 أيام يصومون ويتعبدون ليلا ونهارا. هذا سمو إلى ذلك العالم. الملائكة في العروة، راجعوا العروة الوثقى، يقول إنهم يصومون عن الطعام والشراب. الإنسان الذي يصوم في هذه الأيام 13 و14 و15 من هذا الشهر يرتفع إلى مستوى الملائكة الذين هم عقل بلا شهوة. هذا الإنسان يرتفع إلى ذلك المستوى ويصبح أفضل من الملائكة. الأدعية المذكورة، الأعمال المذكورة في كتاب المفاتيح، في كتاب الدعاء والزيارة، وفي بقية كتب الأدعية، هذه كلها تنمية لهذا الجانب. نطلب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رجب الأصب، وسمي بالأصب في حديث لأن الرحمة تصب فيه صبا، أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نكون من عباده الصالحين. هذه كلمة. الكلمة الثانية، المناسبات الموجودة في هذا الشهر. هذا الشهر مشحون بالمناسبات. الأول من هذا الشهر ميلاد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. العاشر من هذا الشهر ميلاد الإمام الجواد صلوات الله عليه. 13 من هذا الشهر ميلاد سيد الأوصياء قائد الغر المحجلين مولى المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. السابع والعشرين من هذا الشهر بعثة خاتم الأنبياء محمد. الخامس عشر من هذا الشهر وفاة سيدتنا زينب صلوات الله عليها. الخامس والعشرين من هذا الشهر وفاة الإمام الكاظم صلوات الله عليه. حقيقة من الإنصاف واحد يمر على هذه المناسبات مرور الكرام كما يقولون هالشكل. هؤلاء الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله اللي إلهم حق الحياة الأبدية علينا، هالشكل واحد يمر ميلاد الإمام الباقر صلوات الله عليه ولا ترى أثرا لهذه المناسبة.
حقيقة هذا من الإنصاف، هذا من تعظيم الشعائر، هذا من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا هو تقوى القلوب، هذا تعظيم الشعائر، هذا هو الموقف تجاه أبوي هذه الأمة. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، هذا هو الموقف تجاه أبوي هذه الأمة حقيقة. الحقيقة من الضروري تعظيم الشعائر، من الضروري تعظيم الشعائر. الأذان شعيرة من شعائر الله. ليش الشارع شرع الأذان؟ كل يوم المؤذن يقول الله أكبر، ليش؟ شعيرة من شعائر الله. الحج شعيرة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الاحتفالات شعيرة من شعائر الله. المجالس الحسينية شعيرة من شعائر الله. كل هذه شعائر، وهذه تنفعنا لا في آخرتنا فقط بل في دنيانا أيضا. هذا ابنك، هذا الابن وهذه البنت أين تتربى؟ إذا تربت في أجواء هذه الشعائر تنمو نموا سليما. بكرة عندك بنت تريد أن تزوجها، لمن تزوج بنتك؟ للشاب الذي نشأ في أجواء ثانية، أو لشاب نشأ في أجواء محمد وآل محمد؟ عندك ابن، هذا الابن من تزوجه غدا؟ تزوجه فتاة نشأت في هذه الأجواء، اختلط حبهم بلحمه ودمه وبلحمها ودمها. وإلا كل يوم تشوفون هذه الأشياء الموجودة في مجتمعاتنا. هذه المجالس، هذه الشعائر وسيلة من وسائل سعادتنا في هذه الدنيا قبل الآخر. واحد من الكسبة أو من التجار الثقات يقول: في يوم من الأيام كنت جالسا في كربلاء عند صحن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. يقول كنت جالس يوم عاشوراء، وتعلمون يوم عاشوراء المواكب التي تأتي متجهة إلى صوب سيد الشهداء صلوات الله عليه، ذلك الجو، جو الشعائر حقيقة، هذا الجو يحيي النفوس الميتة. يقول المواكب تأتي، إجاني شاب في الساعة تقريبا 11 قبل الظهر، وقال لي: حج محمد تعال خل نذهب إلى موكب طويريج، عزاء معروف لعل بعضكم رأوه أيضا، من المواكب التي يقال إنها كانت منظورة لسيد الشهداء صلوات الله عليه. تعال خل نروح إلى هذا الموكب. قلت له: أنا ما أجي وياك، لأنه الشاب كان شاب بعيد وله معروف ببعض الأشياء غير الطيبة، ما كانت له سمعة طيبة. يقول: أخذ بيدي وجاء إلى باب قاضي الحاجات، وأراني ضريح الإمام الحسين صلوات الله عليه، وقال لي: حج محمد، وحق هذا الإمام الحسين أنا صرت خوش آدمي. طبيعي، واحد عندما يعيش في هذه الأجواء، هذه الأجواء تقلبه قلبا وتصنعه صنعا. قلت له: أنا ما أجي وياك، ما أجي، روح. يقول هو ذهب، بعد حوالي 3 ساعات حدثت القضية المعروفة
حين سقط بعض الأفراد اللي كانوا في الموكب وأخذ السيل يمشي على أجسادهم حوالي 90 وشوية توفوا تحت الأقدام. يقول أنا سمعت هذه القضية بسرعة خرجت من الدكان وجئت إلى ذلك المكان. يقول شفت ذلك الشاب واقع على الأرض والدماء تنزف منه وصدره محطم تحت الأقدام ولكن به رمق. يقول عندما شافني قال لي حج محمد ما قلت لك أنا صرت خوش آدمي؟ أنا صحت أنه يجيبوا الإسعاف حتى نودي هؤلاء للمستشفى. قال لا لا خلوني هنا، الآن جاء سيد الشهداء صلوات الله عليه، قال هذه الكلمة وأسلم روحه إلى بارئها. رجل آخر هذا في طهران كان يقول أنه في يوم من الأيام في نهاية الأسبوع يقول أنا فكرت أنه الآن السوق مو متحركة بذاك الشكل وأفضل شيء أن نذهب إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه. يقول أنا صممت على أن أذهب من طهران إلى بغداد ومنها إلى زيارة الإمام الحسين وزيارة بقية العتبات. يقول كان واحد معانا هذا مسيحي قريب من ذاك المكان. يقول قال أنا ما أجي وياك. قلت شو تسوي أنت مسيحي؟ قال لا أنا أجي وياك، أنا أحب أن آتي معك. إلى الآن أنتوا اذهبوا إلى الهند، هنالك كثير من البوذيين الذين يقيمون مجالس العزاء لسيد الشهداء صلوات الله عليه ويطعمون إطعاما عاما، هذه سفينة النجاة. المهم يقول قلت ما يخالف. يقول جاء إلى كربلاء، احنا ذهبنا إلى الحضرة وصلنا إلى باب الصحن، قلنا أنت ما لك حق تدخل لأنك مسيحي والمسيحي لا حق له أن يدخل هذه العتبات. قال ما يخالف أنا أقعد هنا. يقول نحن ذهبنا وزرنا وضعنا أشياءنا عنده وذهبنا وزرنا وعندما أتينا رأيناه يبكي ذلك الرجل المسيحي. يقول بمجرد أن رآني قال لي يا فلان ما هو الإسلام؟ فقلت له الإسلام أن تشهد الشهادتين. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلت له شنو قضيتك؟ قال أنا أجيت هنا يشاهد هؤلاء الزوار ويشاهد هذه القبة وهذا الضريح. يقول في الأثناء أخذتني غفوة، رأيت سيدا مهيبا جليلا ومعه شخصان آخران، الإمام ذلك السيد اللي كان الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول لأحدهما اكتبوا أسماء الزوار، وأحدهما يكتب، كتب 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 إلى أن انتهت القائمة. يقول ذلك السيد توجه وقال اكتب اسم هذا أيضا، هذا الرجل المسيحي. يقول الشاب قال لذلك الإمام، الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذا مسيحي؟ فقال الإمام صحيح أنه مسيحي ولكن هو أولا من زواري وثانيا حفظ النعل الذين جاءوا لزيارتي، هو حفظ نعال زوار الحسين، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. كل خدمة لهذه الصفوة حتى حفظ النعال هذا مكتوب عندهم. من الضروري أن المؤمنين الكرام أيدهم الله تعالى يهتموا بهذه المناسبات بالاحتفالات وإقامة المجالس في البيوت وما أشبه ذلك،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولخدمة أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي